سلام عليك. يلا نحضر كيكة الشوكولاتة. بصوا الشوكولاتة السايحة عملناه النهاردة من غير ولا شوكولاتة خالص، عملنا بسوس موجود هنعمله مع بعض. بس لو عجبكم مع كيكة الهشن، بس قبل ما نبدأ لازم تسموا الله وتصلوا على الرسول وتنزلوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. عملنا النهاردة كيكة الشوكولاتة الهشة معانا بصوص الشوكولاتة الغرقانة فيها. يلا اقول لكم عملناها ازاي، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. هنا انا جبت معايا الكبة، نزلت بكوباية من اللبن وعليها كوباية من الزيت وكوباية سكر بودر وكوباية كاكاو خام مش محلي خالص. هنضرب ده كله لحد ما يعمل صوص معانا ويتقل معانا. النهاردة عملنا صوص الشوكولاتة من غير ولا شوكولاتة خالص، هنحضره مع بعض. هيبقى احلى واطعم بكتير من الشوكولاته الجاهزه اللي هنشتريها من بره. المكونات موجوده في البيت وبسيطه وسهله كمان. هيعمل معانا احلى صوص شوكولاته واسرع. ممكن كمان تحطيه لاولادك في الثلاجه، ممكن تعملي منه سندوتشات. صحي وسهل ولذيذ وسكر مظبوط كمان. حابه انت تزودي او تقللي السكر دي حاجه ترجع لك، مش هياخد معاكي وقت. كده بعد ما ضربته وتقل معايا هوريكم شكله. ده شكله تقل معايا، عمل معايا شوكولاته حلوه قوي وسهله ومكونات بسيطه. هنفضي كده نص صوص الشوكولاته من بره عشان هنستخدمه على التزيين للوش. شايفين القوام مش تقيل ولا خفيف، احنا عايزين وسط. هو ده قوام الشوكولاته اللي احنا عايزينه. دي الكميه اللي هناخدها نحطها على وش الكيكه من فوق. وجبنا الباقي في الكبة، هننزل عليه اول حاجة بيضتين، ادي بيضة وكمان بيضة. وهنزل عليه كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت وكوباية من اللبن. ده كله ضربته في بعضه، نزلت بيه معلم كوبايتين من الدقيق. بس الحتة دي للأسف ما كانتش بتصور معايا، الفيديو فصل فيها. وبعد كده نزلت بمعلقة من البيكنج باودر والفانيليا. هنقلب ده كله لحد ما الخليط كله يدخل في بعضه. كده خلصت الخليط. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه الكيكة، مش خفيف ولا تقيل. هو ده القوام اللي انا عايزاه. هنا جبت معايا صينيه مقاس 26، عملتها بالدقيق ونزلت بالخليط كله. انا مش عايزه اكتر عشان انا مش عايزه الكيكه تبقى تخينه قوي ولا كبيره، انا عايزه حجمها وسط. ومولع الفرن على درجة حرارة 180، هحطها نص ساعة. تستوي واطلعها معايا على طول. هبدأ كده اخبطها عشان اطلع كل الهواء اللي فيها والفراغات. هجيب كمان معلقتين من صوص الشوكولاتة اللي انا عملته، هزينهم كده على الوش. ده اختياري مش اجباري، اللي حابب ماشي واللي مش حابب برضو ماشي. فانا حبيت كده اعمل لها شكل من فوق. هدخلها زي الفرن زي ما قلت لكم، هرجع لكم تاني. كده بعد ما طلعتها واستوت معايا، خدت معايا نص ساعه واختبرتها كمان، شفتها استوت. هنزل بقى على صوص الشوكولاته. انا هنا استخدمت كترت شويه من الصوص عشان عايزاها تبقى غرقانه في الشوكولاته.
افضل بقى اوزع خليط الشوكولاته كله عليها. كده بعد ما وزعت الخليط كله هبدأ بقى اقطعها. كده بعد ما قطعتها والله برضو الفيديو فصل معايا، هوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا غرقانة بصوص الشوكولاتة، والكيكة كمان هشة جدا واسفنجية معايا. جربوها تعجبكم. الكيكة هشة خالص والشوكولاتة سايحة كمان معايا، هتحبوها اطفالكم كمان هتحبها. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. وادي شكل الكيكه بعد ما قطعتها، عملنا كده كيكه الشوكولاته بالشوكولاته السايحه، سهله وبسيطه جدا وهشه كمان، وما خدتش معايا اي وقت خالص. هتقدمها برضو لضيوفكم، هتعملوها في 5 دقايق. النهارده عملنا صوص الشوكولاته من غير شوكولاته خالص، مكونات موجوده في البيت وغرقانه في الشوكولاته. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. عايزه بقى لايك حلو وكومنت احلى، وقولوا لي رايكم، واللي جربها برضو يقول لي. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد.